عليكم وحياكم الله معنا في محاضرتنا طبعا في المحور الثالث واللي هو محور مهم جدا لابد أن نراعي فيه ونركز فيه شوية اللي هو معوقات التميز. كل شيء له معوقات فالواحد يتجاوزها أو باختصار يفعل العكس كتكنيك أو كتقنية. ففعل العكس هو اللي يؤدي إلى النجاح. مثلا من معوقات التميز الشعور بالنقص. في ناس كثيرة مهما تكلمت تحس أنه يعني رجل حاس بنقص، حاس أنه ما يقدر يسوي، حاس أنه بعدم القدرة. فنقول له أن أنا عند ظني عبدي فيه فليظن فيه ما يشاء، فظن بالله الخير وتوكل على الله وابتعد عن الأمور اللي تحسسك في السلبية هذه على نفسك، لأنها ما في النهاية ما راح تؤدي إلى نتيجة، بعكس أنها تؤدي إلى نتيجة سلبية عليك وعلى من يحبك وعلى الناس المحيطين فيك. طبعا منها تؤدي إلى الإحباط، أيضا النقطة الثانية الإحباط واليأس، يعني من أول محاولة فشل فخلاص يقطع الأمور كلها. لا، الناس تحاول مرة ومرتين وثلاثة لحد ما توصل إلى مرحلة معينة من النجاح، وكثير من العلماء ذكروا أنهم تجربوا وجربوا لحد ما وصلوا، يعني آلاف التجارب مثل إديسون وغيره ذكروا أنهم مو من أول مرة نجحوا. وفي ناس يعني ستيفن جوبز فشل في شركة وفصلوه بعد رد مرة ثانية ونجح. فهذه الأمور يعني الواحد لازم تفهم يعني الواقعية، واقعية الحياة، مو دائما نجاح مو دائما فشل، بالعكس ما طولك تحاول معناه أنت ما زلت يعني ناجح. طبعا التغليد الأعمى، يعني أنك كوبي بيس من الناس، هذه ما يعتبر تميز صراحة. هذا يعني الناس راح تكتشف مع الوقت أن أنت ما عندك الإبداع أو ما عندك القدرة على عمل شيء جديد، فهذا أيضا من معوقات التميز. قلة المعلومات، أن أنتم بحضوركم لهذه الدورة زدتم من رصيدكم المعلوماتي. حاول تحرص مثلا على حسب مجالك أنك تأخذ معلومات زيادة، المعلومة تكون مفيدة. أيضا المعلومة فيها إشكالية ثانية، أن المعلومة expired أو تنتهي صلاحيتها، يعني في بعض المهارات بعض الأمور تحتاج أنت من فترة لفترة أنك تجددها أو أنها تلغيها. يعني مثلا كثير يعني من الأمثلة المشهورة المبرمجين يتعلم على لغة برمجة فجأة تطلع لغة جديدة، فهو ما راح يحتاج اللغة هذيك أو المهارة اللي كان اكتسبها في هذا. يعني الناس كانت عندهم مهارة الآلة الطابعة فجانا الكمبيوتر تاتش الآن السكرين، فبعض المهارات تتطور فأنت لازم تكون مواكب للعصر. طبعا في أمور ثانية اللي هو التشاؤم والنظرة السوداوية، دائما الإنسان السلبي صراحة ما يكون مميز، بالعكس يكون منفر، وتعرف الناس أن يعني هذا تميز عكسي إذا صح التعبير. فأنت أفضل تكون عندك نظرة متفائلة، والإنسان يعني يكون دائما متفائل، والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالفعل أن نتفائل في كل الأمور. طبعا في إشكالية ثانية سلوكية اللي هو الخجل من المسؤولين، يعني أنك تخجل أنك تطلب وأنك تتكلم وأنك كذا، فهذه من الأمور. يعني حتى في صورة يوسف، يوم سيدنا يوسف سأل الملك أن يضعه على خزائن الأرض، فهو راح وسأل وهو ابن نبي نبي ابن نبي ابن نبي، يعني فإلى جده أبو الأنبياء عليه السلام سيدنا إبراهيم. فهذه من الأمور أيضا أنك لا تخجل من المسؤولين وتسألهم وتطلب. وكثير حنا صارت علينا، يعني كانوا من الناس الطيبة وناس فيها خير يعني على فكرة وتحب تساعد، فلا تأخذ فكرة السوداوية هذه، بالعكس كانوا ناس كثير يقول ليه ما قلتنا ليه ما نبهتنا، يعني فضاعت علينا فرص. يعني أنا على مستوى الشخص ضاعت علي فرص أني استحيت أتكلم أو خجلت من هالموضوع. فأنت لا تكرر نفس الغلطة، إذا حاس أن شيء مفيد لك وما يضر أحد فبالعكس روح بادر واسأل وحتى توصل التميز، يعني هذا شيء مو معروف. الخوف على الرزق والأجل، يعني الناس عندها في بعض الناس عندها فوبيا أو عندها خوف كبير على الرزق وعلى أنه مثلا راح أقطع رزق، فهذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وقد يكون في الأمر خيرة. نكمل معوقات في المحاضرة الجاية.